جايب لكم اليوم روتين مستوى متقدم تقدر تعمله بأي مكان. الروتين عبارة عن 4 تمارين أساسية: half burpees, jumping squats, reverse lunges و pike push-ups. كل تمرين ما بتتجاوز مدته 30 ثانية 4 جولات. الراحة بين كل جولة وجولة 10 ثواني. تمرين البيربيز. ابدأ هذا التمرين بالوقوف وظهرك مستقيما. قم بثني ركبتيك لتصبح في وضع القرفساء، وضع يديك على الأرض مباشرة. قم بركل رجليك إلى الخلف ليصبح ثقل جسمك مرتكزا بالكامل على يديك. استخدم أطراف أصابع قدميك لدفع جسمك من وعلى الأرض. قف مرة أخرى بالوضع الذي بدأت به التمرين واحرص على أن يكون ظهرك مستقيما. تمرين جامبينج سكواتس. نقف مع مباعدة القدمين وننزل إلى وضعية القرفساء. نشد عضلات الجذع وندفع الوركين بقوة لأعلى مع القفز لأعلى مسافة ممكنة. يجب أن نتأكد من الاندفاع على الكعبين وليس أصابع القدمين. فور الهبوط نتخذ وضع القرفساء ثم نقفز مرة أخرى. تمرين الريفيرس لانجز. نقف والقدمين مفتوحتين أعرض من الورك. نخطو خطوة إلى الخلف، ننزل بالجسم حتى تصبح الركبة الأمامية مثنية بزاوية قائمة. يجب أن توشك الركبة الخلفية على ملامسة الأرض. نبقي الجذع مرفوعا بأقصى ما يمكن. نتوقف ثم نقوم بالدفع عبر الكاحل والعودة إلى موضع البدء المفروض. تمرين البايك بوش أبس. تدرب على البلانك لبناء القوة والثبات في الكور والكتف. أتقن تمرين الضغط بحيث تكون أكتافك قوية وصحية بما يكفي لتجربة البايك بوش أبس. حافظ على شد الكور وعضلات المؤخرة وأوتار الركبة. يجب أن يكون جسمك بالكامل محايدا وفي خط مستقيم. ارفع الوركين للأعلى وللخلف حتى يشكل جسمك شكل حرف V بالمقلوب. حافظ على استقامة الذراعين والساقين قدر الإمكان. ابدأ في ثني المرفقين ثم أنزل الجزء العلوي من جسمك نحو الأرض. زي ما حكينا الروتين مناسب لأي شخص بمارس الرياضة باستمرار. الروتين مدته 8 دقائق وبتكون من 4 تمارين أساسية: half burpees, jumping squats, reverse lunges و pike push-ups. كل تمرين ما بتتجاوز مدته 30 ثانية 4 جولات. الراحة بين كل جولة وجولة 10 ثواني. قم بأداء هذه التمارين على الأقل 4 مرات في الأسبوع. تذكر أن الأكل الصحي بشكل 80% من النتائج. كل وتدرب ورح تنصدم من النتيجة. تابعونا على شوفي وما تنسوا لايك شير وسبسكرايب.